<applause> كان اليمن قطع شوطاً مقبولاً في حقوق الإنسان نتيجة تراكمات النضال المدني، خصوصاً منذ الوحدة التي جاءت بالحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والحرية السياسية. لا أحد من المتشائمين كان يتوقع أن يتم نصف التجربة المدنية ويستيقظ اليمنيون على سجون مظلمة لا نوافذ فيها. ولا صوت إلا صوت السجان. صنوف التعذيب التي لم تخطر على بال أحد، شهدتها تلك السجون التي ستدون ضمن الإرث الأسود منذ الانقلاب والاجتياح. كل يوم تتكشف الزوايا السوداء في أقبية التعذيب، ليشهد اليمن أوسع جرائم تعذيب بحق المدنيين تجاوزت المرحلة السوداء التي شهدتها اليمن في السنوات الأولى لصعود المخلوع على الحكم. وسائل تعذيب ممنهجة تزيح الستار عن ماساه انسانيه بالغه القسوه والوحشيه، لم تعرفها اليمن التي ظلت الاعراف تلعب دورا في ردع السلطات عن ارتكاب الجرائم وفي جلسات استماع الضحايا ما يشيب له الضمير الانساني. ربطوا على فمي وقعدوا ربطوني على خشبه الصلب وقاموا بالتعذيب. تفاصيل التعذيب المختطف جمال المعمري يرويها الدكتور المختطف السابق عبد القادر الجنيد ليسرد يوميات جرائم التعذيب التي تمت قائلا: كنت معه في زنزانه واحده لمده ثلاثه اشهر، خطفه اتباع الحوثي امام زوجته وبناته الثلاث واخفوه قصراً عذبوه بالحرق والكهرباء. يروي عذابات المعمري وهو المختطف الذي تعرض لابشع حاله تعذيب فاشي قائلا: أدخلوا شالاً بين إبطي ذراعيه، بحيث يقوم أحد المعذبين بسحبه بالشال من عند رأسه على الأرض، في نفس الوقت يسحبه شخص آخر من عند كاحليه، وقام الشخصان بسحبه والنزول والصعود على درج السلالم، وشخص ثالث كان يقوم بركله. كل ما سبق من تعذيب بربري أدى إلى قطع أعصاب الظفيرة العضدية للذراع، فأصيب بشلل طرفي في الذراع الأيسر. وفقد جمال الحركة ليتحول إلى كتلة آدمية هامدة نتيجة التعذيب في سجون الانقلاب. حالة جمال المعمري واحدة من آلاف الحالات التي وضعتنا أمام حالة انكشاف للتعذيب الممنهج الذي يمارس بحق المختطفين والمغيبين قسرًا بينما تكتفي المنظمات الدولية بسرد المواعظ عن ضرورة صيانة حقوق الإنسان من كل الأطراف.